document string. احنا شفنا بنعرف function. طيب الفانكشن دي ممكن اعمل لها زي المانيوال في اللينكس، حاجة تكون variable ليها اسمها document string، بتوريني الفانكشن دي documentation عنها هي بتعمل شنو. بعد هنا بتوفر لي ميزة انه ممكن انا اجي استدعيها طوالي as a variable. يعني ده حسي كود واضح، بس الاضافات اللي عملناها فيه التريبل كود. التريبل كود دي ذاتها اللي بتجي تعرف لي الدوكيمنت سترينج، يعني حتى جيت قمت قلت له عرف لي فانكشن اسمها باور اون، بعدها عملت تريبل كود فتحتها وقفلتها، قلت له ذيس ويل ريتيرن الباور اون. دي كده حسي عرفت لي الفانكشن دي بتعمل شنو، ده الدوكيمنت سترينج بتاعها. ممكن اعمل اكتر من لاين، اكتب في اكتر من لاين. يعني حسي لو جيت نفذتها اول حاجه هنا جيت طبقتها باور اون، باور اون حتكون تطبع لي شنو برنت is on. عشان افرزه عملت الهاش طبقتها. هنا ده بنشوف كيف بنستدعي الدوكيمنت string اسم الفانكشن دوت اندرسكور اندرسكور دوك اندرسكور اندرسكور. هندي هنا ده طبعت لي نفس الحاجه. ممكن البرنت اديها باقواس كانها فانكشن او ممكن بدون اقواس. ده هنا في البايثون 2، بما انه قلنا بايثون هي لغه سهله وسلسه. نفس الاوتبوت. في حاجه اضافيه ثالثه ممكن استخدم الدوكيمنت سترينج فيها، لو داير اعمل لي سترينج اكتر من سطر زي ما شايفين هنا في باور اوف، قمت قلت له برنت از اوف وجيت طبقت الكلام في اكتر من سطر، حتى الدوكيمنت سترينج الكلام ما يلا يكون مرتب وما يلا يكون اندنتد، برضو بتنفذ معي لانه من بدايه الكود لاخر الكود دي سترينج واحده سلسله واحده. عملت لها هنا رن باور اوف، هندي طبعت لي هنا باور اوف المالتي سترينج.